سلم صندوق تحيا مصر وجمعية الأرمن 20 منزلا لأصحابهم بقرى صنباط بالغربية بعد إعادة تطوير الإعمار، حيث أعرب أصحاب المنازل عن فرحتهم الشديدة بعملية التطوير التي تمت، موجهين الشكر للقائمين على المشروع. يذكر أن عملية تطوير المنازل تأتي ضمن مشروع الأرمن الإنساني لإعادة إعمار القرى الفقيرة الأكثر احتياجا بالتعاون مع المؤسسات الخيرية الكبرى.